طاب الصوفيه سيدي احمد الرفاعي، سيدي عبد القادر القلاني، سيدي احمد بديسي، ابراهيم الدسوقي، ويون شادل الدرقاوي، العلاوي العيدر، الثقافي الادريسي، نقشبندي تيجاني. واليوم هذا الكتاب وايد الوالد اقتطفت منه دعاء، وهو استغفار حق اكيد سيدي عبد القادر القيلاني ومحبيه ومن عاصروه، يقول اللهم صل محمد وسلم فاتحه لروحهم جميع الوالد سيدي وساجم الرفاعي وزير نائب الشيخ الطريقه الرفاعيه الصوفيه، يقول اللهم صل محمد وصحبه وسلم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والاكرام، واتوب اليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والاثام من كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا باطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وانفاسي كلها دائما ابدا سرمدا من الذنب الذي اعلم من الذنب الذي لا اعلم عدم ما احاط به العلم واحصاه الكتاب وخطه القلم عدد ما اوجدته القدره وخصته الاراده من ذات كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجمال كماله كما يحب ربنا ويرضى. قولوا امين. يعني السيد كانت تيل الكتب الصوفيه من كل العالم. وهذا موقعه. سبحان الله مسيرة حافلة، واليوم توفي زميلة بعون مسوم أمة 63 راشد صالح التوحيد. يا رب أن المسلمين يتوحدون، والإسلام هو أساس التوحيد. لا إله كلمة التوحيد هي نهاية ثمرة الإيمان، لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الله. يا رب آمين.